اسمع لمساحة منور حضرتك منور منورين جبت العشرة فرصة بديك راحة الله دينا راحة الله أهلا وسهلا يا بيت انت نورت من غمر كلها بس نورت من غمر أشرف إن شاء الله نورتنا يا باشا سمينك من البارح يعني طبعا الاضاءه عادي جدا يعني مش طبيعي نظره نفسه طبعا هنا في جهه الشارع عشان الهواء لما هيجي من هنا يحصل سكشن او الهرس الهواء هيجي كده فيحصل هيسحب كل الكلور وكل الحاجات اللي موجوده في الحمام من المواد السامه او المواد الضاره وكل حاجه وطبعا هنا هنعمل كلادنج طبعا من هنا بحيث انه ايه بيقطع كوبري ومن الناحيه الثانيه طبعا من الكلارو كاملة طبعا يا فندم يا فندم لسه بتبقى 220 سم شغل بروجيه متكلم